عن الخطر الأكبر الذي يهدد الحياة على كوكب الأرض، تغير المناخ. لماذا انفجرت هذه الحرائق مرة واحدة في هذا الجزء من العالم اللي هو أساساً عالم مفترض بارد يعني وليس شديد الحرارة زينا؟ لأن درجة الحرارة بتاعت الأرض ارتفعت جداً وهم ما كانوش فاكرين الموضوع ده. مع الدكتورة ليلى اسكندر وزيرة البيئة والتطوير الحضري سابقاً، خبيرة لفتت مبادراتها الشجاعة في مصر أنظار العالم. أسطورة كده بتقولك القمامة كنز، فضلوا عايشين على الأسطورة دي سنين ومش بيصرفوا عليها. هل إحنا بنمتلك مصانع كبرى لإعادة تدوير المخلفات زي ما موجود في العالم كله؟ مصر ليها ميزة تنافسية قوية جداً في المجال ده. ماذا عن قمة المناخ التي ستعقد في مصر؟ مصر واخدة الريادة في أنها تسلط الضوء على أفريقيا علشان أهملت، وهي بتتحمل مشاكل بيئية بسبب اللي بيعملوه في الغرب. ما هو الوقود الأحفوري؟ البترول والغاز والفحم. خيالي أنه الحكومات بتدعم الصناعات دي، ده احنا بنقول عايزين نوقفها. لا، ده هم بيدوها دعم علشان تكبر وتنتشر، ده لازم يتوقف. نتحدث معها عن قمة المناخ وعن البيئة المصرية، كيف نحميها ونحمي معها صحة المصريين. القضية التي تشغل العالم في حديث العرب من مصر غداً 8:00 مساء على قناة مصر الأولى.